إذا عودنا لكم مشاهدينا الكرام. في هذا الأثناء كتشوفوا لحظة إيقاف جوج ديال الأشخاص حتى هما مشكوك فيهم بأنهم كينتميو لنفس العصابة اللي شدوا منها شخص قبل قليل. في هذا الأثناء كيتم النقل هاد جوج ديال الأشخاص إلى مصلحة الشرطة بحضور عناصر ديال الأمن الوطني. نتوما كتشوفوا عدد من العناصر اللي شاركوا في هاد العملية ديال الإيقاف. حسب المعطيات الاوليه اللي توصلت بها قناه شوف تي في بان هاد الاشخاص اعتدوا على شي شخص وكسروا له السياره ديالو. غادي نحاولوا ننتقلوا للمكان ديال الاعتداء ونقول لكم حالة ما بقات السياره في المكان ديالها. غادي نمشيو للمكان ونوريكم الخسائر اللي لحقوا بهاد السياره. نشكركم مشاهدينا الكرام مرة أخرى على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.